بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، يا رب إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم صينية السمك، هعملها لكم كده على طريقتي بطريقة حلوة قوي إن شاء الله يا رب تعجبكم. أنا جايبة هنا سمك أروس، أنت ممكن تجيبي مثلا بولتي أو يعني السمك اللي أنت بتفضليه، مش هنقف عنده يعني بولتي أو النوع اللي أنت بتجيبيه. أنا جايبة هنا سمك أروس، عندي هنا هعمل الصينية، عندي هنا طماطم مقطعة زي ما انتوا شايفين، وكوسة، وفي بطاطس، وعندي هنا خضرة كزبرة على بقدونس، وعندي جزر مبشور، وعندي هنا بصل، وعندي فلفل ألوان، وهاخد نص الليمونة، والبهارات عندي الثوم، هاخد ثوم والملح والفلفل الاسود، وعندي هنا ثوم مخصوص للي هو السمك، تتبيله السمك طبعا كلنا عارفينه بيبقى ايه، ثوم على فلفل على كمون على شويه حاجات كده اللي هي الخلطه بتاعت الايه اللي بنتبل فيها السمك، والنص الليمونه. وهنبدا دلوقتي مع بعض. هنزل اول حاجه عندي بالثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهيت اهو. طبعا بنكون منظفين السمك قبلها ومجهزينه على ايه، على الصينيه على طول. واهم حاجه طبعا في السمك ان احنا نكون منقيينه طازه، بتبقى العين بتاعته بتلمع والخياشيم بتاعته بتبقى لونها احمر، ده الكمون. وهنحط هنا الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، اهوت، والفلفل الاسود، لان مهما كانت السمكه قديمه مش هتدينا طعم الطازه، طبعا بتبقى ملهاش طعم مهما عملنا فيها ومهما تبلناها، ما بتديناش الطعم اللي هو اللي احنا عايزينه. وهنا الفلفل التتبيله اللي هي بتاعه السمك دي هرشها كده، وطبعا هعصر الليمونه، انا حاطه هنا جنزبيل قطع صغيره اهي مقطعاها، هعصر الليمون كده، بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت بتقلي السمك وبعد ما بتتبليه ممكن القشر ده بتحتفظي بيه وتحطيه مع الزيت وانت بتقلي السمك، بيخف شويه من الدخان بتاع القلي. وهحط شويه زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، وهقلب الخلطه دي كلها مع بعض كده، بسم الله، هدخلها كلها في بعضها، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو البصل والجزر وكل حاجه كده، تتبيله حلوه جدا، مش عايزه اقول لكم يعني بتبقى طعمها تحفه، حتى الريحه واحنا شغالين كده يعني ريحتها جميله جدا. هبدأ عندي بقى أقلبها، وهجيب السمك عندي وهتبله كده من جوه بالفلفل بتاعي، التتبيلة بتاعتي اللي أنا مجهزاها اهيت، وهحشيها، بسم الله، طبعا مش عايزه اقول لكم ما بياخدش وقت خالص، هاخد شويه كده احطهم من بره اهوت، سهل وسريع جدا اهوت. هبدا بقى احطهم دلوقتي في الصينيه عندي، بسم الله الرحمن الرحيم، وكده هو جاهز على دخوله الفرن. طبعا هدخله برضو شويه يعني هحط له شويه خلطه من اللي انا عاملاها كده من فوق اهيت، وكده هو جاهز على دخوله الفرن. هنشوفه باذن الله لما هيخرج هيبقى شكله عامل ازاي. وده يا جماعه شكلها النهائي بعد ما خرجناه من الفرن، زي ما انتم شايفين ما شاء الله لسه سخنه اهي طالعه، الطعم حكايه. وادي الخضار اللي احنا حطيناه معاه اهو، وعليه عصره ليمونه، مش عايزه اقول لكم ريحته تحفه، جميل جدا.
وزي ما شايفين ما شاء الله يعني السوا بتاعه تحفة اهو. اتمنى انكم تجربوه، يا رب ينال اعجابكم. ما تنسوش الاول مرة يشاهد معايا القناة يشترك فيها ويدعمني باللايك ويضغط على الجرس عشان يوصل له كل جديد. واشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.